في إطار محاربة الجريمة بشتى أنواعها، تمكن أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني في سيدي العباس من توقيف شخص بالغ من العمر 33 سنة بتهمة حيازة ونقل وتخزين مواد مخدرة لغرض الاتجار بها بطريقة غير مشروعة. تم من خلالها حجز 1158 قرص نوع بريكابالين 300 ملي غرام ورخصة سياقة بهوية مزورة كان يستعملها في تنقلاته. العملية تمت على إثر معلومات مؤكدة لفصيلة الأبحاث مفادها تمرير كمية معتبرة من المؤثرات العقلية قادمة من شرق الوطن عبر حافلة نقل المسافرين لغرض الترويج بالولايات الغربية. على ضوء هذه المعطيات تم وضع خطة أمنية محكمة وغلق جميع المنافذ على مستوى الطريق الوطني رقم 95 الرابط بين ولايتي عين تبوشنت والنعامة. تم توقيف حافلة لنقل المسافرين تعمل على خط عنابة لمسان بعد مراقبة وتفتيش أحد الركاب عثر بحوزته على 1158 من الأقراص نوع بريكابالين 300 ملي غرام داخل كيس بلاستيكي، أين تم توقيفه ومباشرة التحقيق معه ليتضح بعد ذلك أنه كان محل عدة أوامر بالقبض منها الحيازة المتاجرة لمختلف السموم القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد. سيتم إنجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيه وتقديمه أمام الجهات القضائية المختصة.